على مسافة 4 كيلومتر تنطلق الأشغال بهذا الطريق الرابط ما بين صابلات وسالامندر ليطفي حركة سيولة بعد أن ظلت تعرف هذه الأخيرة اختناقا خلال موسم الاستياف الذي تستعد له السلطات المحلية بمستغنم من الآن. مستغنم في الصيف تولي يا دي موند، والطريق هذه لابد تكون منفعة للبلاد. حنا كي تكون حاجة زيادة بوغ لا ولاية سي فورميدابل. هاكا راهي كيما تعشى نقصوا بزاف. ديجا هنايا كانوا لي زاكسيدون، كانوا هنا لم في النهار الا ما يموتوش يموتوا زوج ثلاثه. انا يعني جا طالع هابط، انا دائما في الطريق هذه ما شاء الله، وعاود تسقم هنا قاعد الامر هنايا ها خدمه ما شاء الله. يرافق هذا مشروع التوسيعات تهيئه الواجهه البحريه على نفس المسافه اي 2.5 كيلومتر، وذلك بما في ذلك الاناره والارصفه وكل التهيئة الحضارية. الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع مقدر ب 282 مليون دينار جزائري. غير بعيد من هنا وفي الجزء الشرقي للمدينة توسعة أخرى للشطر الرابط ما بين المجدوب والذبذاب، محور الذي يربط ما بين سيد المجدوب وطريق الاحتياطي لمدينة مستغانم على مسافة 2.4 كيلومتر. هذا بغلاف مالي يقدر ب 680 مليون دينار جزائري. مدة الإنجاز هي بمعدل 10 أشهر. الأشغال بلغت نسبة 60% لمدينة سياحية بامتياز.